هاو في بالك هاو في بالك. مرحبا، اليوم مشيت للقباضة المالية نلقى السيستم كله داون والمواطنين كل واحد وقضيته وكل واحد وتعليقه. والموضوع متاعنا اليوم مش تعطيل في الإدارة، أما علاش مشيت؟ وهو إني باش نخلص التاكس تاع كرهبت صاحبي. ومن هنا جات فكرة نحكي لكم على مواعيد وأجال خلاص معلوم الجوالين باش ما يفوتكمش الأجل وتوليه وتخلصوا في خطايا. وعلى فكرة فإنه واجب دفع الضرائب والتكاليف العامة هو واجب دستوري مربوط أساسا بالمطالبة بحقوقه. يعني المواطن أولا أنه مهما كان الظرف يزمو يلتزم بالقيام بواجباته، خاصة وأنه مداخيل الدولة في جزء كبير منها جاية من الضرائب والأداءات. وقانون المالية لسنة 2016 تعرف الفصل 47 على أنه لاسيونونس متاع الكهرباء ولات مربوطة بخلاص معلوم الجوالين. يعني ما تنجم تاخذ شهادة في التأمين إلا ما تهز معاك مش الكارد جريز بركة، أما وصل الخلاص تاع معلوم الجوالين والمعلوم الإضافي السنوي. ويشمل القانون هذا زاد العربات المستعملة لغاز البترول السائل والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية متاع الأجال، وهو بالرغم اللي عنا كرهب وخلصنا العديد من المرات إلا أننا نساو وآفة العلم النسيان. ما ركزوا معايا شوية، الأجل متاع 5 فيفري هذا بالنسبة للسيارات اللي يملكها أشخاص معنويون وهما الشركات والمنظمات وغيرهم بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية كما البلدية ولا الولاية، وهذوما عندهم متصرفين وخبراء راهم ذكروهم. فما أجل 5 مارس بالنسبة للسيارات اللي يملكها أشخاص طبيعيين والحاملة الأرقام تسجيل زوجية، يعني الماتريكولاسيون في الأخر تبدأ يا إما 0 يا إما 2 يا إما 4 يا إما 6 ولا 8. أجل 5 أفريل وهذا للسيارات اللي يملكها أشخاص طبيعيين زادة واللي الماتريكولاسيون بتاعهم فردية، يعني في الأخر توفى بواحد ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا 9. بطبيعة الحال يعفى من معلوم هذا العربات معدة لنقل البضائع واللي تفوق حملتها النافعة 300 كيلوغرام، والسيارات اللي عندهم ماتريكول أجنبية هذا 3 شهور من اللي تدخل تونس، وسيارات الأجرة والتاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي وذلك من عنوان الاستعمال المهني. ما لقيامك بواجبك مفتاح للمطالبة بحقوقك، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.